خلال زوم الأستاذة لمياء الخولي. لمياء هي مهتمة أكتر بالكتابة في الأدب النسائي، هتقولينا رأيها أصلا في الحما بس بصراحة بقى. يا لمياء إزيك؟ اهلا يا ايمان، ازيك؟ كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبة حبيبة قلبي. طبعا لابسة أحمر النهاردة، يعني في خطر. في خطر ايوه. هيتقال النهاردة. طيب بما لا إنك جميل. حبيبة قلبي، بما إن كتاباتك دايما يعني نسائية، فأكيد انتي عديتي على الحما في الكتابات دي، يعني عايزة أعرف مظبوط. بالنسبة لك بقى الحما انت شايفة حما الطيبة ولا الحما الشريرة، ولا إزاي يبقى ليا حما كويسة؟ هل ده ذكاء مني؟ يعني هل ده الدور ده بيقع عليا أنا، ولا هي طبيعتها كده وأنا مش علاقة؟ والله بصي، انا هكلمك في الاول على حاجه انتي قلتيها اول ما ابتديتي تقدمي الحلقه، وهي الافلام اللي احنا اتربينا عليها. خلي بالك ان كل جيل له ثقافه، والثقافه اللي هو بتعتبر مرجعيه بيبقى متاثر بيها جدا، وهي دي اللي بشكل مباشر بيتعامل بيها وبيطبقها في حياته، سواء كان اكتسبها من بيته او اكتسبها من مشاهدته للافلام والمسلسلات التلفزيون، او من الدائره الصغيره اللي حواليه اللي بتسمح له ان هو يشوف الناس بتتعامل ازاي داخل البيت وداخل الاسره. طب انت اكيد كست اكيد ليكي تجارب، يعني تجارب حياتية. اكيد اكيد ليا تجارب طبعا، وبشوف تجارب مع اصدقاء كمان، وبشوف تجارب في اعمار مختلفة يعني، فبلاحظ النمط. يعني خلي بالك انه بقى فيه دلوقتي انماط مختلفة، مثلا الجيل زي الحالي اللي هو، قوليلي كده. خلينا نتكلم مثلا على جنريشن زي اللي هم مواليد التسعينات واوائل الالفينات، اللي هم بادين يتجوزوا دلوقتي تمام. وبادين يعملوا اسرة دلوقتي، دول استحالة هيبقوا عايشين نفس يعني الحياة اللي الجدة أو الأم عاشتها في فترة من الفترات طيب يعني. خلينا في الحما مش في الجيل الجديد، خلينا في الحما. تمام. حتى الجيل الجديد ماشي، هيتعامل ازاي؟ هتتعامل زي ما حماتها؟ ازاي اعرف اختار حماتي؟ انا من وجهة نظري ان انا اختيار حماتي اهم من اختيار جوزي. أنا لان دي اللي أعتقد هتبقى على نفسي طول الوقت. ده 100%. عارفة احنا يعني الجيل بتاعنا كان بيفكر في الارتباط وشريك الحياة وشريكة الحياة، وما كانش بيبقى فيه تركيز قوي على يعني الحما هتبقى عاملة ازاي. طالما الاتنين بيحبوا بعض خلاص الدنيا بتمشي وكله هيعدي، ويمكن دي كانت الغلطة بتاعت الأجيال اللي هي السابقة، يعني انه يعني بيدخلوا بيت العروسه او العريس علشان يتقدموا ويطلبوا يعني ايد العروسه، وما بيبقاش حصل بقى يعني اي احتكاك اللي بيه تبان ايه الريد فلاجز اللي بتتكلمي عليها. انت كانت بالنسبة الامور لك بتبقى اخطر اسرع. علامة ايه؟